السلام عليكم ايتما دي سما، مرحبا بكم دي القناة تيفي نادور. وتشكاري خكني واتاس خضفة القناة ينو كني وحفظ صدار بالعالمين. وتشكاري الإخواني جان داخل وخارج أرض الوطن، خوتي إخواتاتي مرحبا بكم في القناة تيفي نادور. وكنشكر دائما وأبدا الناس اللي كيدعمونا بداخل وخارج أرض الوطن. خوتي إخواتاتي، خبر مفرح بالنسبة للمغاربة، بالنسبة الناس اللي كانين في النادور، خصوصا الناس ديال النادور الذين كانوا ينتظرون إعادة فتح المعبر مليلية وسبتة، لحد الآن ما زالهم كيستناو إن شاء الله يدخلوا إلى مليلية. أيت ما دي اسمع إجن خبار يسفرح بالنسبة مغربيين يتجان ذانيتا، خصوصا ثاروان تنديت النظر يتراجان باش هذات فنغا مليلية. أيت ما دي اسمع رخوت تقريبا شهر وشي حاجة زقومي ثازم المعبر المليلية، ولكن ويعزم من شباري تشينو الفرخانة. أيت ما دي اسمع بالنسبة صابرين أموح تغت سيور خمانية بأن باريت شونو الفارخانة أتيري مغربيين. بالنسبة بلينسان أتجني وذا نغاد جا فيزا، أتجني وذا نغاد جا الإقامة المليلية ذي الجالية، ولكن أيت ماذي اسمه ما مشت ولا بأن باريت شونو الفارخانة قيعانية بوليسية زي إسبانيا، يعني باش توقعيش الحراسة. بالنسبة تايت ماذي اسمه إن شاء الله قنغهم إجنها 15 سبعة، ولكن هني قس وجد وغاسن من غعذرا بالنسبة للإصلاحات وذيني ولذيج الإصلاحات. خوتي إخواتاتي، بالنسبة المعبر ديال الفرخانة راه موجود غير فتحوا إن شاء الله وصافي، كنستناو إن شاء الله نهار 15، يعني زادوا الشرطة يعني بوليسية، زادوا بوليسية من إسبانيا باش يحرسوا باش غادي تكون واحد الحراسة. زادوا لا لعملية مرحبا في بلينسار، وزادوا حتى لفارخانة باش يفتحوها إن شاء الله عن قريب إن شاء الله. بالنسبة ناظوريين كيستناو يدخلوا إلى مليلية. ويتصن يتما ثنق أذينين ما نستيو ذي رخبة، يعني نتصن خبورة ذي خسات السن ما يتما ذي سما بأن ناش تسقسي غطاس تبحث غطاس وذا يامنوس. بالنسبة المشاهدين تخميدي تسقسان خشان حاجت يتعجب لان شات تسقسي غد بحث باش دون تتصور غذان تذي القناة تيفي نادو. أيتما ذي سما قني غوم رخبة يوسيد زمليلية سقسنا يا ذي النين بوليسية، يعني ما سوجدا ولكن بوليسية وزما شوش التاريخ، لأن وجبوذن هني غد جاء من يعني مطنها غثاز، يعني نهني قانش بأن قس وجدا يويند بوليسية يويند يعني يويند الحماية ويغي حضان. بالنسبة عذر أن نرقى كمرنا عذر واذي نرديج الإصلاحات، يعني مشاو عذر قكمرت إن شاء الله. إذن من قانية ما دي اسمه قانش قانها 15، ممكن تيري قبرنها 15، ممكن ان شاء الله تيري قبري 15، ولكن هني قانها 15. ما مش توقع قان ينهاي مزوخ ميغا فازم مليلية تسبتا قان عاني نشها يعني نشها، ولكن نهار وميانين 15 عيوم قبري 15 عيوم توقع فازم. اذا نايت ما دي اسمه من غنى جان الشيد الشرقة تعسى انت عسى من غثينة من غثين الحكومة الإسبانية. إذا الحكومة الإسبانية حاليا تغأجن بالنسبة الجمارك، يعني الجمارك التجارية ذا المكتب يغي قندي سبتها مازال عدوات قنشة. إذا أيت ما دي اسمه نشير قنو منزرة قنوهم فيه النوم بأن نسقسا ذينا بوليسيا نسكي وذن أثني حفظ صدار بالعالمين، روح نسقسان بوليسيا أنن بأن يعني زي السنة 15 إن شاء الله هذي ريرخا، يعني بالنسبة تعنيد بوليسيا قيانين يعني قذين بالنسبة المعبر نفارخانا قذين بوليسيا إن شاء الله ذين وغي حظا. إخواتي بزاف ديال المشاهدين غادي يسولونا فين جبتي هذا الخبر، يعني بزاف يعني بزاف ديال السؤال، يعني هذا السؤال كيتكرر، يعني كيتكرر من بعض المشاهدين كيتكرر منين جبتي هذا الخبر. شوف خوتي إخواتي، انا كصحافي خصني ضروري ندبر على اي خبر كما كان كما مهم كيتعلق على مليلية وما جاوروهما، خصني ضروري انا اللي نقلب على هذا الخبر، ماشي الخبر اللي غادي يجي عندي، يعني انا نقلب على الخبر نسول، لان الله يحفظهم بزاف ديال المشاهدين كيتفرجوا فينا كاينين في مليلية، سولونا على فارخانة فوقاش غادي تحل، واش هي مازال كاين فيها يعني الاصلاحات. بالنسبة للاصلاحات صافي راه ما كانش الاصلاحات في فارخانة، يعني فارخانة راه سالات صافي الحمد لله، وزادوا البوليس يعني زادوا الشرطة في فارخانة، يعني إن شاء الله كيستناو غير
يعني كتستنى يعني كيستناو غير الحكومه الاسبانيه فوقاش غادي تعلن على فتح ديال الفرخانه. كما عرفنا صابرين اموح رئيسه المندوبيه الحكومه كتقول هذا الخبر مش حال هذه ماشي غير اليوم اللي تقال هذا الخبر تقال مش حال هذه قالت بان بالانتصار غادي يخليوها الناس اللي عندهم الاقامه والناس اللي عندهم فيزا شينغن والجاليه يعني بالانتصار غادي تبقى لهاد الناس يعني الناس اللي عندهم فيزا شينغن والناس اللي عندهم الاقامه والجاليه يعني فقط. اما باريتشينو وفرخانه غادي تبقى للمغاربه فقط هادشي اللي كنا كنعرفوا. اما حاليا ما قال والو حنايا كنستناو ان شاء الله الحكومه الاسبانيه تاجلت دخول المغاربه الى مليليا وفرخانه تاجلت نهار 15 في شهر 7. ولكن خوتي اخواتاتي حنايا كنتمنوا ان شاء الله تعلن الحكومة الإسبانية عن فتح فرخانة في أقرب وقت قبل نهار 15 في شهر 7. داك الشيء اللي بغينا حنايا وما بغيناش الفيزا خوتي خواتاتي. بالنسبة للفيزا راه ما كاينش شي خبر رسمي غادي تبقوا علينا الفيزا يعني ما كاينش شي خبر رسمي. أما خبر الدخول المغاربة المليلية راه غادي تدخلوا إن شاء الله غادي يكون الدخول وغادي تفهموا إن شاء الله على السلعة كل شيء غادي يكون فيها التفاهم الا حنايا الا علينا بالصبر الا بنادم يصبر وصافي راه كل شيء غادي يلقاو ليهم الحل الا علينا بالصبر خوتي خواتاتي. الله يجازيكم اللايك نو ستوب الله يجازيكم. ما كاينش شاب ديميت ما يسمع انا نكتيج اللايك فضلا وليس امرا الا نزلت قاعد القناه ان شاء الله اتقعد على الاقل اتقعد شويه تيت ما يسمع لان القناه خصها تسلمي ما يسمع والله العظيم الا بنادم الا خصها تسلمي لان الشغال يخدم فينو ولكن تقب المجهودين باش تكمل غضغيه باش هذا متسول غير كنوا الخبار باش كني وصفح غير ان شاء الله. خوتي خواتاتي الله يحفظكم حتى انا والله العظيم اللي حتى انا شي مره كنكون سهران باش يعني باش نوصلكم خبر اللي كيتعلق بهاد المساله ديال مليليا وما جاورهما. الله يحفظكم خوتي خواتاتي. اليوم غادي نفرحوا هاد القناه كيفاش غادي نفرحوا هاد القناه نفرحوها باللايك بالبارتاجي الله يجازيكم بخير خوتي خواتاتي. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.